لك الغنم خارجية تفضل. كانت حي والله. بداية صليت داير كيل برشا. أنا وين أرغتن يا سيدي لكن احنا وانا مصبينه وغاسلينه ومقلفطينه ومنظمينها اذا وقت جلام هذاك على جلام البهي كان طاحت في جلام باهي تلقاه وانا حتى المزاز يجي سمح هذين ادوات جلام ومرات في جلام راه ما قال مش عارف قبل جلام موسيقى اللي قبل بوحلق زوز اللي كنا نزوزو به احنا هذاك ما لسه مستحيل تطرق ولا تحرك بك يقعد سنتين ثلاثه لكن تو هذين بقى انتوان ما عاد ينفع اللي تزز بيه لما نهار تلقاه من غدويته ما ينفعش بكره وكان يلم سليت من السفر من فوق ما عادش يزز خلاص ولا عاد يتلايم وجه البعض في المدرسه ايدي وجلم هذا وعدك علي يا ظن ويدي وجلم كيفين هلك يا ظن يا ظن كيفين هلك يا ظن يا ابو لك زلمه.